أرحب فيكم أستاذ المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج المرصد، واليوم نلتقي وإياكم بموضوع انتخابي جديد وموضوع سياسي مهم ونتحدثنا عنه في الحلقات اللي طافت، ولكن اليوم نسلط الضوء عليه بشكل أكبر ونحاول أن نحلل أبعاده ومدى تأثيره على الساحة السياسية. نتحدث تحديدا عن التحالفات الانتخابية في ظل الصوت الواحد. قبل لما كنا نسمع أن هناك انتخابات في ظل 4 أصوات، كنا نعلم أن التيارات تحاول أن تبرز أبرز النشطاء فيها والشباب اللي فيها وحتى من يعمل بها حتى تضمن وصولهم، وكانت بعض النتائج في بعض الدوائر على سبيل المثال 4 و5 محسومة، يرشح 4 فهذه 4 أصوات تذهب إلى المرشحين من هذا التيار أو من هذا التحالف لضمان وصول أكبر عدد ممكن من الأعضاء اللي ينتمون لأي تيار سياسي. ولكن بعد انتخابات الصوت الواحد وبعد صدور مرسوم الصوت الواحد رأينا الانتخابات اختلفت، ورأينا أيضا الأجواء السياسية والمشهد السياسي بدولة الكويت اختلف، فلقد أصبح يعني هناك فرصة للأقليات، وهذه التيارات بدأت تتلاشى شيء فشيء وحتى أصبحت قوتها تضعف، لأن بالنهاية إذا أرادت أن ترشح سترشح شخص واحد حتى لا يكون هناك تضارب. اليوم راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، أرحب بضيفنا العزيز اللي حرص على التواجد والتواصل معنا الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ ناصر العبدلي. حياك الله معنا. الله يحييك أستاذ. ربما سمعت المقدمة وأنت خير من سيتحدث عن هذا الجانب بحكم الخبرة اللي عندك والاطلاع والتحليل السياسي، لكن في البداية عندنا تغيير صغير خلينا نشوفه وبعدها نرجع نتواصل معاكم من جديد. قانون الصوت الواحد الذي أقر بمرسوم أميري في العام 2012 وتم تحصينه لاحقا من قبل المحكمة الدستورية كسر احتكار التحالفات الطائفية القبلية وأتاح الفرصة للكفاءات والدماء الجديدة من حجز مقعد في قاعة عبدالله السالم وخوض المعارك الديمقراطية التي كانوا يحلمون يوما بأن يدلوا فيها بدلوهم. ورأى ناشطون أن النظام الانتخابي الجديد منح المستقلين آلية تهدف إلى منح حظوظ متساوية لجميع الأطراف أكثر مساواة في غياب الأحزاب السياسية القانونية التي من شأنها إرساء توازن في مقابل الرعاية الأبوية السائدة في الأوساط القبلية والإسلامية. وأكدوا أن فئة الشباب تستطيع اليوم الدخول في العملية الانتخابية والتفوق والنجاح على كبار السن، لما للشباب الواعي من قبول جماهيري، لافتين إلى أن من مميزات الصوت الواحد إعطاء فرصة لمشاركة المجتمع بفئاته كافة لا سيما الأقليات، ومنع تبادل الأصوات من خلال التحالفات التي كانت تحدث في النظام الانتخابي السابق القائم على الأصوات 4. وأوضحوا أنه مع الصوت الواحد برزت وجوه جديدة وأفكار أو تطلعات جديدة بعيدة عن التحالفات والتربيطات والتبادلات التي أصبحت من فعل الماضي لصعوبة القدرة على التنسيق بين المرشحين من القبائل والطوائف المختلفة بهذا الشأن. رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، مرة ثانية أرجع لك بيوسف حتى أتحدث عن موضوع حلقة اليوم، التحالفات الانتخابية في ظل الصوت الواحد. طبعا أنا في المقدمة شرحت أن هذه يعني التحالفات الانتخابية في ظل الصوت الواحد بدأت تتلاشى، لأن في النهاية هذه التيارات إذا أرادت أن ترشح أحد من أو تزكي أحد ليمثلها في المجلس سيكون شخص واحد في الدائرة الواحدة حتى لا يكون هناك تضارب. قبل لما كان 4 أصوات كان ممكن الوصول، ولكن دعني أتحدث في البداية بشكل عام عن نظام الصوت الواحد في ظل الدوائر الانتخابية 5 ومدى تأثيره على المشهد السياسي بدولة الكويت. طبعا نظام الصوت الواحد ممكن أن تستفيد منه التيارات السياسية. نعم. يعني حتى في نظام 25 دائرة والصوتين كان هناك تنسيق وترتيب في عملية المشاركة في الانتخابات بين التيارات السياسية، وفي 5 دوائر و4 أصوات كان هناك موجود هذا التنسيق، وحتى في الصوت الواحد يعطي أو يظهر مدى قدرة تيارات على التطور وترتيب كوادرها وعملها ضمن الصوت الواحد أو النظام التصويت الجديد. نعم. أكثر من تيار خاصة التيارات الإسلامية لديها 5 مرشحين. نعم. ولو قارنا تاريخ القوى السياسية منذ 1963 أول مجلس انتخب بتاريخ الكويت إلى اليوم، نعم، التيارات السياسية لا يكون لديها أكثر من 5 إلى 6 أعضاء داخل مجلس الأمة، وهذا النظام وفر للتيارات السياسية
مشاركة على الأقل بخمسة مرشحين. والآن لو نظرنا إلى الساحة الانتخابية نعم سنجد أن بعض التيارات لديها مرشحين في دائرة واحدة. التضارب ممكن يكون فيه يعني عندنا الحركة الدستورية الإسلامية لديها نعم. مرشحين في الدائرة الثانية نعم. والتجمع الإسلامي السلفي لديه مرشحين في الدائرة الثانية، ويمكن أن ينجح مرشحين الحركة الدستورية والتيار السلفي إذا أجادوا ترتيب أصوات أنصارهم وكوادرهم أو قواعدهم في هذه الدائرة، واستفادوا من الشرائح الاجتماعية الأخرى التي تؤيد هذين التيارين. ولذلك لا أقف مع القول الذي يتحدث عن أن الصوت الواحد أوقف التيارات السياسية عن أن تكون لديها تواجد داخل مجلس الأمة. ليش البعض قال أو يعني حاول أن يروج بأن الصوت الواحد كسر التيارات الانتخابية وكان فرصة للأقليات؟ لا أبداً، هو التيارات السياسية هو تحدي لها، صحيح أن وجود صوت واحد فقط في خمس دوائر كبيرة هو تحدي لهذه التيارات، وهذا يعني اختبار لها عن مدى قدرتها على التأقلم مع هذا الخيار الموجود الآن اللي هو الصوت الواحد. نعم. التيارات الضعيفة التي ليس لها قواعد وغير موجودة على الساحة ستنكفئ بالتأكيد ولن تستطيع مجاراة الصوت الواحد. يعني مثلا نأخذ المنبر الديمقراطي، ليس موجود نعم. على الساحة الانتخابية، وقد أعلن أنه لن يشارك في هذه الانتخابات، لكن داخل هذا التنظيم أو الأشخاص اللي لديهم قرار هذا التنظيم هم في الحقيقة يفكرون في أن لا يستطيعون أن يشاركوا في انتخابات مثل هذه لعدم توفر القدرة على تواجد في الخمس دوائر، أو حتى لأن وجودهم دائما في الدائرة الثانية والدائرة الثالثة أثر عليهم كثيرا بحيث لا يستطيعون المشاركة، وكوادرهم أو بعض أعضائهم يريد المشاركة لكنه لن يستطيع حسم الموقف داخل تيار مثل المنبر الديمقراطي. ولذلك بخلاف المنبر التيارات الأخرى يعني ستتمكن من التواجد في مجلس الأمة بخمسة أو ستة أعضاء نعم كل سهولة. يعني هل تعتقد بأن المتضرر الأكبر هو المنبر الديمقراطي؟ التيار الوطني هو تيار يتحمل الآن مسؤولية غيابه عن المشهد نعم، لأن كان ليس له تواجد في ما يسمى الدوائر الخارجية أو المناطق الخارجية، وكان يكتفي فقط بوجود مرشحين في الدوائر الداخل أو المناطق الداخلية في الدائرة الثانية في الخمس دوائر، الدائرة الثانية والدائرة الثالثة فقط نعم. ولذلك هو سيدفع ثمن هذا الغياب عن المشهد الانتخابي بشكل كامل نعم. يعني قبل أن تقل المحور لي وصلني تعليق أيضا، في ظل الصراعات والاختلافات والتيارات والأقليات نقول يا كويت سلام الله على أرضك. كثيرة هي التعليقات التي تصل إلينا أبو يوسف خصوص حلقة يعني المرصد والحلقات اللي نغطيها ونحاول أن نحللها أن نناقشها أن نرصدها في هذا الجانب، ولكن عودا على بدء من التحالفات الانتخابية في ظل الصوت الواحد، البعض يرى بأن هناك فرصة كانت للشباب بأن يثبت نفسه كأقليات، ولكن الآن نريد أن نقيم الشباب اللي طلعوا بالصوت الواحد، كيف رأيت أدائهم بالفترة اللي طافت سواء بالمجلس المبطل الثاني بعد إقرار الصوت الواحد أو حتى بالفترة اللي طافت ثلاث سنوات ونص، كانت جيدة حتى نقيم أداء الشباب اللي خرجوا من الصوت الواحد؟ هو يعني في يعني كثير من الشباب الذي كان أداءهم مميز في المجلس الماضي نعم، وإذا تتحدث عن فقط من شارك بالصوت الواحد نعم في أكثر من نائب كان أداء مميز، وأعتقد هو من الضروري أن نفهم طبيعة النظام السياسي الكويتي أو البرلماني. هناك سقف لهذا البرلمان وللأداء، وكما تحدثنا سابقا أن هناك رقابة وتشريع وهذه وظائف مجلس الأمة، أكثر من هذه الوظائف لا يستطيع أي نائب داخل مجلس الأمة أن يتجاوز نعم. هذا السقف، ولذلك وفق هذا النظام وفق هذا السقف هناك بعض الشباب اللي كان لهم أداء مميز، ويعني أنا أعتقد أنه كان هو فرصة صوت الواحد للتجديد نعم. لتجديد الأعضاء خاصة على صعيد التيارات السياسية، كان هناك أكثر من نائب مميز، والصوت الواحد لم يمنع وصول شباب إلى مجلس الأمة، ولم يمنع المرأة الوصول لمجلس الأمة، ولم يمنع التيارات الوصول لمجلس الأمة. ولذلك التحجج وتبرير العجز وعدم القدرة على استفادة من هذا الواقع
هو سمة التيارات الضعيفة الغير قادرة على التحرك. نعم يوسف، السؤال الأهم الحين، النظام الانتخابي اللي طاف 4 أصوات، هل فعلا كان في خلل؟ يعني هذه يعني المشكلة لدينا أن من تبنى الـ5 أصوات والأول 5 دوائر و4 أصوات هي لجنة حكومية، وللأسف هذه اللجنة لم تدرس بشكل واسع تداعيات مثل هذا القرار. يعني في ذلك الوقت كان هناك حديث عن 5 دوائر و10 دوائر، 10 دوائر كانت بصوتين، كان المفترض أن تدرس بشكل دقيق ثم توضع الخيارات الموجودة والعيوب والمزايا في كل نظام. ثبت من خلال الممارسة في الفترة الدوائر الـ5 والـ4 أصوات زيادة جرعة الطائفية والقبلية في عملية الانتخابات. نعم. وأيضا كان هناك غياب للقبائل الخاصة في الدائرة 4 والـ5 تمثيل القبائل أو الشرائح الاجتماعية الأقل عددا، وكان هناك فائدة كبيرة من 4 أصوات إلى مرشحين القبائل الكبيرة. ثم التيارات السياسية مع عجزها وما قدرتها على استقطاب يعني داخل الساحة السياسية والانتخابية كان لديها نفس الأرقام التي كانت تحصل عليها في 25 دائرة والـ5 دوائر، نفس الأرقام حصلت عليها، ولذلك ليس هناك تغيير كبير. حتى الأصوات، شراء الأصوات وإن خف أكثر في من عملية 25 دائرة والصوتين إلا أنه ظل موجود في 4 أصوات و5 دوائر، لكن الصوت الواحد يعني غير من الطبيعة الانتخابية وخلق تحديات جديدة بالنسبة للتيارات السياسية وبالنسبة للقبائل، وأعطى فرصة يعني حتى القبائل الكبيرة التي كانت تشتكي من غياب 4 أصوات وأحجمت على الانتخابات ولم تشارك ربما بسبب هذه هذا الإجراء، عادت إلى المشهد مرة أخرى، عادت المشهد. نعم. الآن ويمكن أن تستفيد من هذا الصوت الواحد بحكم وجود كتلة انتخابية كبيرة لديها. طيب يوسف، السؤال الأهم قبل لا أروح فاصل، يعني أنت طرحت نقطة قبل قليل مهمة جدا، قلت أن على التيارات اللي موجودة في الساحة السياسية الآن إعادة ترتيب كوادرها. هل التيارات اليوم اللي عندنا قادرة على فهم واستيعاب هذا المصطلح بأن تعيد ترتيب كوادرها؟ طبعا هو أنا أقول لك التعويل دائما على التيار الإسلامي، لأن هو بشقه السني والشيعي هم الأكثر قدرة على التطوير الداخلي داخل هذه التيارات، والقدرة أيضا على استيعاب أي التحولات في عملية المشاركة في الانتخابات. نعم. سواء كانت بالـ25 دائرة 4 أصوات صوت واحد، هي الأقدر دائما على أن تستفيد من هذه التجربة، بعكس التيارات اللي تحدثنا عنها التيارات الوطنية. لكن التيار الإسلامي يبدو أنه بدأ باستيعاب هذه الخطوة. نعم. ولذلك في هذه الانتخابات ربما تكون هي الانتخابات الأولى التي تكون بالزخم الطبيعي للانتخابات، ولذلك يمكن دراسة نتائج هذه الانتخابات من جانب التيارات السياسية ومن جانب القبائل والشرائح الاجتماعية الأخرى للاستفادة من هذه التجربة في الانتخابات المقبلة. نعم، إذن بوسف مستمرين معك ومستمرين بهذا الموضوع، وأيضا للتواصل معنا في البرنامج اللي حاب يتواصل من خلال الأرقام اللي تشوفونها أسفل الشاشة، ما أدري إذا طلعت ولا نطلعها عقب الفاصل، مخرج بعد إذنك إذا تقدر تحط الأرقام، أو اللي حاب يتواصل معنا عن طريق الواتساب فقط ابعث تعليق، سنقرأ التعليق على الهواء مباشرة. فاصل نرجع نتواصل معكم مرة ثانية. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، مستمرين معكم في برنامج المرصد. مرة أخرى تحية خاصة لمن قاعد يتواصل معنا على الواتساب، الأستاذ محمد شباب، الأستاذ معاذ القصار، يعطيكم العافية على التعليقات، وكثيرة هي التعليقات التي تصلنا. أيضا تحية خاصة لضيفك العزيز، تحية خاصة لكم اليوم، الحلقة جميلة يا كويت، سلام الله على أرضك، هذا هو العطاء وهذا هو التحليل الجيد. أرجع لك مرة ثانية بوسف، دائما الإشادات تصل إلينا في اللحظات الأخيرة في البرنامج، ولكن كنا اليوم نتحدث عن يعني التحالفات الانتخابية في ظل الصوت الواحد، وكان البعض يراهن
على أن الصوت الواحد سيحاول أن يقضي، أو ما بقول يقضي، يقلل من ظاهرة الطائفية والقبلية وبعض الأمور يعني اللي تصير في المجتمع وما هي جيدة في الانتخابات، تعليقك عليها؟ هو صحيح، يعني هو يعني تكاد لا نسمع الحين في الوقت الحالي وفي الانتخابات الماضية الصوت الطائفي. نعم. يعني خف إلى درجة كبيرة جدا، وأصبح هم كل مرشح هو أن يحصل على الشريحة الاجتماعية التي تتعاطف معه وتتبناه في بعض الدوائر الانتخابية، أو إذا كان تيار حريص على أن يعني يكون هناك إجماع داخل كوادر التيار على انتخاب مرشح التيار في الدائرة. نعم. هذا أمر جيد. هو الصوت الواحد قسم الدوائر الانتخابية 5 دوائر، كل دائرة أعطى 5 للشرائح الأكبر داخل الدائرة، و5 مقاعد للشرائح الأصغر داخل الدائرة، سواء كانت هذه الشرائح تيارات أو قبائل كبيرة في 5 دوائر. ولذلك هذا التقسيم أعطى فرصة للقبائل الصغيرة وللتنظيمات الصغيرة وللشرائح الاجتماعية الصغيرة أن تتمثل داخل مجلس الأمة، وهذا هو الإطار الانتخابي الصحيح. ليش؟ لأن مجلس الأمة الكويتي ليس هناك حكومة أغلبية يكون من ضمنها من يشكل الحكومة، هي فقط مشاركة في اتخاذ القرار. ولذلك كلما كان التمثيل الشعبي أكثر وضوحا وتحديدا داخل مجلس الأمة، كل ما كان هناك استفادة لكل الشرائح التي تكون منها المجتمع ومن بينها التيارات السياسية. نعم، ولكن أنت بيوسف مع وجود الأحزاب، حتى إذا كان الآن إذا أنت أردت أن تغير النظام السياسي والنظام الانتخابي مثلا، إذا كان هناك تعديل للدستور بحيث أن يكون هناك حكومة أغلبية تشكل منها الحكومة ويكون رئيس الوزراء من هذه كتلة الأغلبية، في ذلك الوقت يمكن أن نجعل 5 دوائر تخرج 10 نواب و10 أصوات للنواب، يعني لكل ناخب 10 أصوات. نعم. يستطيع أن يختار منها أي تيار، يستطيع أن يكون هناك كتل أو قوائم. يمكن أيضا أن نضع دائرة واحدة نظام الكتل أو القوائم النسبية بحيث يكون هناك أغلبية داخل البرلمان تشكل الحكومة، لكن إذا لم يكن هناك أغلبية حكومية أو أغلبية برلمانية، لماذا نصر على أن يكون هناك أكبر عدد ممكن للتيارات السياسية؟ هو مجرد البرلمان الكويتي هو مجرد برلمان تمثيلي يفترض أن تتواجد فيه كل الشرائح وكل التيارات السياسية حتى تعبر عن رأيها داخل مجلس الأمة. تمام. ويوسف، الآن يبقى السؤال الأهم، لما نتكلم اليوم على التيارات والأقليات، البعض كان يعتقد بأن العملية الديمقراطية سابقا كانت أفضل لأن هناك تحالفات ما بين التيارات تصير، وهذه التحالفات كانت أشبه بأحزاب، وأنت دائما ما تشيد بوجود الأحزاب. فاليوم مع وجود قانون الصوت الواحد أو مرسوم الصوت الواحد بدأت تقل هذه التيارات عملا وتحالفا، فقلت ظاهرة الأحزاب إن صح التعبير. لا، هو الفرصة مواتية. يعني تحدثت قبل قليل أن هذا النظام يسمح للتيارات السياسية بالتواجد. يعني إحنا مثلا إذا عندنا 3 أو 4 تيارات سياسية وكان لهذه التيارات 5 نواب داخل مجلس الأمة، نتحدث عن 20 نائب. نعم. 20 نائب يستطيعون أن يقودوا مجلس الأمة ويقودوا الحكومة حتى فيما لو تواجدوا داخل هذا المجلس، لأن التيارات السياسية هي الأكثر تنظيما والأكثر خبرة في العمل السياسي والبرلماني، ولديها كوادر قادرة على اقتراح قوانين جديدة واقتراح أفكار جديدة، ولذلك وجودها داخل المجلس مهم. نعم. حتى يستفيد منها النائب المستقل أو النائب الذي يمثل شريحة اجتماعية معينة، سواء كانت تلك قبيلة أو غيرها. يعني ما زالت فرصة قائمة لهذه التيارات أن تشكل ضغط حتى التيار الذي ليس لديه مرشح في الدوائر 5، ربما هناك تيار لديه 4 مرشحين 3 مرشحين، يستطيع أن يتحالف مع تيار آخر ويوصل نائب ينتمي لتيار آخر عن طريق المجلس بالتنسيق. وقد شهدنا كثير من التنسيق بين الكتل الإسلامية، خاصة دائما نركز على الكتل الإسلامية لأنهم الأكثر نشاطا والأكثر قدرة على التأثير وعلى التنظيم، لديهم تعاون في كثير من المجالات الانتخابية. ولذلك
القانون الصوت الواحد لا يمنع على التيارات السياسية أن تتعاون وأن تنسق وأن ترتب أمورها داخل مجلس الأمة. نعم يوسف، البعض كان يعتقد بأن الصوت الواحد سيقلل من ظاهرات الفئوية القبلية الطائفية، ولكن اللي شاف المجتمع أو البعض حينما جاء ليحلل وضع المجتمع بعد صدور الصوت الواحد مرسوم الصوت الواحد يعني لربما ازداد الوضع سوءا. شو تعليقك؟ هو الصوت الواحد يعني شطب الطائفية وشطب القبلية بشكل واضح وصريح ويكاد يكون تخلص منهم، لكن في فرق بين الطائفية والطائفة، بين القبلية والقبيلة. القبيلة موجودة، الطائفة موجودة، وهي يعني من المكونات الرئيسية للمجتمع. لا يمكن شطب الطائفة ولا يمكن شطب القبيلة أو الشريحة الاجتماعية من كمكون من مكونات المجتمع. لما يكون هناك مرشح، هذا المرشح هو لا يمثل طائفة ولا يمثل قبيلة، يمكن أن يكون هناك إجماع عليه من باقي فئات المجتمع، هذا المطلوب. أما الطائفية هو أن تتعصب لطائفتك، لمرشح طائفتك، حتى لو لم يكن كفوءا لأن يكون عضوا في مجلس الأمة، أو تتعصب لمرشح قبيلتك كما يحدث مع القبائل حتى وإن كان هذا المرشح أقل من أن يكون عضو داخل مجلس الأمة. الآن الصوت الواحد لم يشطب القبيلة لكنه شطب القبلية، ولم يشطب الطائفة لكنه شطب الطائفية، وهذا أمر جيد يمكن أن يعطي فسحة للتيارات السياسية وللقبائل لإعادة التفكير حتى في طريقة في كيفية الصراع السياسي بين مكونات المجتمع. نعم، ولكن يوسف ما زال يعني بعض السياسيين عندما يحلل الوضع السياسي بالكويت يقول أن مخرجات العملية الانتخابية الفترة اللي طافت بالصوت الواحد أضرت بالعملية الديمقراطية، لم تصلح، والدليل أن انتشرت بعض الظواهر السلبية على سبيل المثال إشراء الأصوات منتشر فلم يعالج، وكانت مخرجات العملية الانتخابية لم تساهم بتطوير الجانب الديمقراطي. هو شراء الأصوات هو قضية أخلاقية يعني قبل أن يكون يعني يمكن معالجتها بالقانون. لكن أنت لو سألت كل الذين يتعاطون بعملية شراء الأصوات، نعم، ستجد الآن هناك تدمر في هذه الفترة بالتحديد. نعم. من عملية شراء الأصوات، لأن حسب يعني ما وصل لي من معلومات أن لم يعد هناك هذه العملية مجدية بالنسبة لهم. يعني كانوا يتحدثون عن التزام شراء الأصوات، يعني خلنا نفترض أن مرشح ما شرى 1000 صوت. نعم. كان هناك التزام عادة 60-70-80% بهذا بعملية الشراء. نعم. لكن اليوم يتحدثون عن 20% من الالتزام بعملية الشراء وبيع الأصوات، ولذلك هذه العملية في طريقها إلى الاختفاء بسبب عدم التزام البائع باع الصوت إذا جاز التعبير بتصويت لهذا المرشح أو ذاك بسبب كثرة الفتاوى الدينية وكثرة الحظ على أن الإنسان ما يبيع صوته. تمام. زين، فلذلك كثير من الأشخاص الذي تعود أن يبيع صوته الآن بدأ يعيد النظر في هذه القضية. بعضهم يستلم أموال ويبيع الصوت حسب ما نسمع، لكنه لا يعطي الصوت لا يلتزم بهذا التصويت، ولذلك بدأ المرشح الذي يشتري أصوات بدأ يفكر 1000 مرة قبل أن يدخل في عملية شراء الأصوات. نعم، إذن بيوسف الصوت الواحد ما زال يعني لم يساهم باستقرار المشهد السياسي بالكويتي. يعني هو مهما عملت أنت من تنظيمات أو تنظيم لعملية التصويت لا تختفي الظواهر السلبية يعني من المجتمع. يعني ما دام موجود هذا الجو العام، يعني سواء عن القطاع العام او سواء الظواهر الاجتماعيه التي لها علاقه بالقبيله، لها علاقه بالطائفه، لها هذه موجوده، ستظل موجوده لكن بحده اقل. يعني الطائفه ليس مشكله وجودها، القبيله ليس مشكله وجودها، لكن تجاوز الاخلاقيات في عمليه التصويت والانتخابات هي المشكله، ولذلك هذه يمكن أن يقضى عليها من خلال التعاون بين مكونات المجتمع ويعني محاولة التوعية بحيث أن الآن لن تتكرر مرة أخرى. قبل أروح فاصل بيوسف، وصلني تعليق غريب، وهذا التعليق يحتاج تعليقك، وهذه الرسالة تحتاج تعليقك ورأيك فيها. السلام عليكم، أقترح أن يتغير نظام الانتخاب بحيث أن السيدات
يمثلنهن سيدة والرجال يمثلهم رجل في المجلس، لأن السيدات لا يشاركن حاليا في التشاورية ولا يستطعن التواصل مع الأعضاء الرجال ويحرجن من ذلك حسب العادات والتقاليد، وبذلك استفاد الرجل فقط من خدمات الأعضاء وتركت المرأة جانبا وشكرا. يعني إذا كان السؤال يتعلق بالفرعيات أو يعني حظوظ المرأة، وأن حظوظ المرأة قليلة لأن كل اللي قاعد يصير من تشاوريات وأمور أخرى هي لصالح الرجل، والمرأة تكون جانبا عن هذا الأمر اللي قاعد يصير. هو يعني القبائل حتى الآن يعني ليست المرحلة الحالية هي فرصة للمرأة أن تشارك. نعم. المرأة التي تنتمي إلى قبيلة، يعني المثال الوحيد الذي يعني تمكن من الوصول إلى مجلس الأمة هو كان في الدائرة الرابعة، والمحامية والوزيرة السابقة ذكر الرشيد. ذكر الرشيد نعم. يمكن هذا الإنجاز الوحيد للمرأة في دوائر القبائل. نعم. لكن من الصعب جدا أن يكون هناك فرصة للمرأة خاصة التي تنتمي إلى قبيلة للوصول إلى مقعد البرلمان ما لم يكن هناك تغيير داخل هذه القبائل للنظرة تجاه المرأة. إذن بيوسف مستمر معاك ومع السادة المشاهدين، كل الشكر والتقدير اللي قاعد يتابعنا، اللي قاعد يحاول يرسل أسئلة أو تعليقات نقرأها على الهواء مباشرة. راح أروح فاصل وبعدها أرجع أتواصل معاكم مرة ثانية. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل مرة ثانية مع الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ ناصر العبدلي، وكنا نتحدث عن التحالفات الانتخابية في ظل الصوت الواحد. يوسف، يعني تحدثت عن عديد من الأمور واعتقد رسمت خارطة الصوت الواحد وتقييمك له في المشهد السياسي بالكويت، ولكن لم تتحدث عن الصوت الواحد وحظوظ المرأة في المجلس. والمرأة يعني أنا انظر لها كمرشحة. نعم. والآليات المرشح هي نفسها عند الرجل وعند المرأة، ليس هناك فرق كبير في عملية الترشح عند الرجل وعند المرأة، لكن المرأة يمكن تتحمل جزء كبير جدا من الإخفاق في عملية الوصول إلى مجلس الأمة. يعني إحنا عندنا مثال هو الأكثر مبادرة والأكثر نشاط والأكثر تواجد على الساحة الانتخابية، وهي النائبة الفاضلة السابقة صفاء الهاشم. نعم. صفاء الهاشم نشطة جدا، مبادرة، تتحرك في كل مكان، ولذلك هذا هو المرشح. يفترض أن تكون المرأة على قدر نشاط الأخت صفاء الهاشم حتى تكون منافسة في الانتخابات، ليست منافسة للرجل، منافسة في الانتخابات باعتبارها مرشح. لكن هي حالة واحدة أبو يوسف، في هناك حالات أخرى. يعني الدكتورة معصومة المبارك كانت متواجدة بالساحة بالدائرة الأولى دائما، لكن في ظل الصوت الواحد ما حالة، وكانت تحقق يعني أرقام قوية وكانت جزء من المنافسة في الدائرة الأولى، كان في الأربع أصوات وحصلت على المركز الأول، ولكن بعدها تراجعت إلى المركز الأخير وخرجت. هي يعني في النهاية يعود إلى أداء، يعني هو نعم. يعني هذا قرار بأن المشكلة ليست المرأة. نعم. المشكلة في المرشح. المرشح يجب أن يكون لديه الأدوات أو النقاط التي يستطيع من خلالها الوصول إلى مجلس الأمة. نعم. إذا كان مرشح غير قادر على التفاعل مع المجتمع، التفاعل مع آليات الانتخابات إذا جاز التعبير، يعني أن تكون متواجد في الدواوين، أن يكون متواجد في المنتديات، أن يكون متواجد على ساحة التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي، كل هذه مطلوبة وتحتاج إلى نشاط قوي جدا على الساحة. اليوم لم يعد الأمر كما كان سابقا، هو مجرد دوانية دوانيتين، كان 25 دائرة ويمكن أن تحقق نتائج تصل من خلالها إلى مجلس الأمة. اليوم الساحة كبيرة، الدائرة كبيرة، في دوائر فيها 150 ألف صوت، يعني يحتاج منك جهد كبير حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين ويمكن أن تحقق من خلالهم الوصول إلى مجلس الأمة. ولذلك المرأة ليست ملومة كمرأة، لكنها ملومة كمرشح عن استخدام الآليات التي تمكنها من الوصول لمجلس الأمة. نقدر نقول أن قلة عملها في المجال السياسي يعني يجعل الثقة ما بينها وما بين أيضا الناخبة شوي فيها عدم ثقة، لا هي ولا تحتاج هي إلى وقت أطول. هي أنا أعتقد أن من الضروري أن يكون هناك برنامج حكومي
لتدريب النساء بالتحديد على كيفية المشاركة بالانتخابات وأدوات أو آليات الانتخاب والترشيح وغيرها من الأدوات، لأن نعم. هناك عجز واضح وعدم قدرة على استيعاب هذه الأدوات والآليات، وكأنها يعني أو هناك خجل إذا جاز التعبير عن الانخراط في العملية الانتخابية بشكل كبير وواسع حتى تحقق نتائج. نعم يوسف، يعني من بداية الحلقة وأنت تتحدث عن الصوت الواحد بشكل إيجابي، بأنه جيد للتيارات، بأنه جيد للمرأة، ولكن المرأة تحتاج أن تكون يعني نشيطة أكثر مثل ما ذكرت المثال قبل قليل، بأنه أيضا جيد للأقليات، جيد لجميع الشرائح. إذا من المتضرر من الصوت الواحد؟ وإذا ما كان في متضرر ليش صار عندنا مقاطعة؟ يعني أنا ما أروج للصوت الواحد، أنا قاعد أشوف النظام الانتخابي بالكويت والنظام السياسي وهو نظام تمثيلي الأفضل له هو الصوت الواحد. نعم. لأنه يعطي فرصة للجميع متساوية للجميع الوصول إلى نعم. البرلمان. المقاطعة أمر ثاني، يعني المقاطعة ملتبسة، يعني أنا إحنا نتحدث عن سنة 1981 صدر مرسوم ضرورة بتقسيم الكويت إلى 25 دائرة. نعم. وكل من قاطع الانتخابات آنذاك اليوم نعم. في الانتخابات الصوت الواحد شارك في الانتخابات سنة 1981 لم يحتج على مرسوم صدور مرسوم بتعديل الدوائر الانتخابية. اليوم يكون هناك مرسوم آخر نفس المرسوم الذي صدر 1981 وفق المادة 71 من الدستور، ثم تحتج اليوم على هذا المرسوم، وأنت في السابق سنة 1981 شاركت في الانتخابات وفق مرسوم عدل من خلال الدوائر الانتخابية، كانت 10 دوائر انتخابية. ولذلك هذه النقطة ملتبسة، يعني أنا أعتقد المبرر ليس لأنه صدر بالصوت الواحد، لكن المبرر أن كان هناك مشروع وصراع بين أطراف في الأسرة الحاكمة، ولذلك هذه الأطراف هي كانت تهيمن على المشهد السياسي ولديها كل خيوط اللعبة، وهي التي رفضت المشاركة في الانتخابات بناء على هذا الرفض. كان هناك يعني تبني من جانب بعض النواب وبعض فئات المجتمع عن المشاركة، لكن لو سألت، وأنا يعني سبق أن تحدثت في هذا المكان عن القبائل وعن دورها في المقاطعة، الآن لو سألت القبائل لماذا شاركت، لماذا قاطعت الانتخابات في مرسوم 2012 بعد صدور مرسوم الصوت الواحد، ولماذا شاركت اليوم في الانتخابات، لن تجد إجابة في ذلك الوقت ولا اليوم، لأنها لا تعلم ولا تعرف فعلا لماذا قاطعت ولماذا شاركت، وأن الأمر كان إملاء من خارج إطار هذه القبائل والشرائح الاجتماعية، ولذلك هي تتحمل مسؤولية في عدم المشاركة وعدم التفكير في قضية مرسوم الصوت الواحد. نعم. لأن ما دام صدر مرسوم سنة 81 نفس الصيغة نعم. وصدر اليوم عليه أن يقبل، يعني عليه أن يقبل، لأن أنت قبلت في المرة الأولى، وهناك آليات المرسوم وفق المادة 71 من الدستور يعرض على مجلس الأمة المنتخب الجديد، إذا كان هناك معارضة حقيقية لهذا المرسوم عليه أن يسقط وأن يحل مجلس الأمة ثم يعاد انتخابه وفق الأربع أصوات السابقة، لكن أن تتجاوز هذه الآليات الدستورية خاصة، وأن الحكومة لجأت إلى المحكمة الدستورية وقرت المحكمة الدستورية مع أني أنا كنت أعترض على الذهاب المحكمة الدستورية فيما يتعلق بصلاحيات الأمير. نعم. من حق الأمير أن يصدر مرسوم وفق المادة 71 من الدستور سواء في العطل البرلمانية أو حتى في حالة حل مجلس الأمة، يصدر مرسوم، والحق هذا مقيد بعرضه على مجلس الأمة، وهذا حق النواب في رفض هذا المرسوم فقط وليس من تدخل من القضاء. تمام. بيوسف، نقطة مهمة جدا وهي الدوائر الخمس، والبعض كان يريد أن تكون دائرة واحدة، يعني هل تعتقد بأن الصوت الواحد مع الدوائر الخمس منصف، أم أن الصوت الواحد يحتاج إلى دائرة واحدة؟ يعني حنا نتذكر أن بعض المقاطعين للانتخابات، بعض المخضرمين من النواب كانوا يتمنون على سمو الأمير في تصريحات موجودة أن يصدر مرسوم ضرورة بدائرة واحدة، فما الفرق بين أن يصدر سمو الأمير خمس دوائر بصوت واحد وبين دائرة واحدة ما دامت الآلية هي نفس الآلية؟ ولذلك هذه رد على كل ما طرح بأن مقاطعة الصوت الواحد كانت بسبب
صدور مرسوم المادة 71 من الدستور. نعم. الدائرة الواحدة هناك حديث حولها بأنها غير دستورية، لأن الدستور تحدث عن دوائر انتخابية وليس دائرة انتخابية، لكن المشكلة ليست في عملية الدوائر الانتخابية. نستطيع أن نخلق نظام قوائم نسبية وفق الخمس دوائر الآن الموجودة، لكن السؤال ما هو المغزى من وجود أغلبية برلمانية داخل المجلس؟ نعم. هي القصة ليست قصة وجود أغلبية، لأن لن تشكل حكومة أغلبية، وهذا المطلوب في الديمقراطيات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وغيرها من الدول. لكن الآن احنا نتحدث عن أغلبية أو برلمان تمثيلي تمثل فيه كل شرائح المجتمع وكل مكونات المجتمع. إذا غيرنا النظام السياسي وغيرنا النظام الانتخابي إلى نظام شبيه ببريطانيا وشبيه بفرنسا وألمانيا، حكومة أغلبية تحكم، في ذلك الوقت نستطيع أن نغير النظام الانتخابي. لكن الآن لا يمكن تغيير النظام الانتخابي وفق نظام المشاركة السياسية فقط، هو التمثيل أفضل بكثير من وجود أغلبية داخل المجلس. نعم. يعني السؤال أيضا مهم جدا قبل أختم معك أبو يوسف، مستقبل الصوت الواحد بمجلس الأمة القادم شنو تتوقع؟ تشكيلة الوجوه الشابة القادمة، هل سيكون نصيب الأكبر للتيارات للأقليات، بما أنك قبل شوي قلت أن هناك بعض التيارات رشحت اثنين في نفس الدائرة، شنو تتوقع المشهد المقبل؟ هو الأساس أن نتوقف عن المطالبة بتعديل الدوائر الانتخابية ونظام التصويت، لأن فعلا يعني استهلكنا كثير من الجهد في المطالبة بهذه التعديلات وهي لن تؤدي إلى شيء، يعني هو مجرد عبث سياسي لا طائل من وراءه. المفترض أن نلتزم بهذا التعديل القانوني، وأن يكون التركيز على كيفية الاستفادة من الصوت الواحد في إيصال العناصر الجيدة إلى مجلس الأمة. نعم. يوسف، يعني اللي ما زال مقاطع بسبب الصوت الواحد، هل تعتقد أنه مقاطع بسبب الصوت الواحد، ولا هو مقاطع لأنه يعلم بأنه فقد صفوفه الانتخابية وإذا نزل راح يكون هناك إحراج ولن يستطيع الوصول إلى مجلس الأمة؟ هو بالتأكيد يعني في أكثر من نائب مخضرم يعني آثر أنه يبتعد عن الانتخابات، لأنه يعرف أن بالصوت الواحد ليس له فرصة بالوصول إلى مجلس الأمة. نعم. وهناك أيضا من توقف عن المشاركة بسبب أن لديه يعني موقف من صدور مرسوم بهذه الصيغة، وهو لا يريد أن يسجل عليه أنه يعني عدل أو تراجع عن موقف سابق، خاصة وأن كان هناك حدة في الطرح في المقاطعة، وكثير من رموز هذه المقاطعة كانوا يتحدثون ويخونون كل من يشارك في هذه الانتخابات، ولذلك من باب الأدب أنهم ابتعدوا عن المشاركة في هذه الانتخابات ولا يريد أن يسجل عليهم، وهم اعتراف منهم أن دورهم السياسي انتهى، ولذلك هم يريدون أن يكون هناك شباب بدلا منهم. نعم. التيار الواحد أبو يوسف، واليوم في ظل الصوت الواحد أصبح فيه من سيشارك ومن سيقاطع، فأصبحت هناك خلافات في التيار الواحد نفسه، هل تعتقد بأن هذا سيؤثر أيضا على المشهد السياسي وبأن التيارات ستعيد صفوفها واختيار المنتسبين إليها؟ لا، هو الجو العام هو المشاركة، لم يعد هناك داخل التيارات حتى من يرفض هذه المشاركة. ربما يعني هناك جناح صغير داخل التجمع الإسلامي السلفي، لكن في طريقة إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة. نعم. لا مفر. لا مفر. الكلمة الأخيرة لك أبو يوسف، أتركها لك، وكنا نتحدث عن التحالفات الانتخابية في ظل الصوت الواحد. هو طبعا أنا يعني دائما أركز على أنه افترض أن نتجاوز قصة التعديلات على قانون الانتخاب، وأن ننتهي من هذا الملف، وأن نركز كما قلت على قضية أن يكون هناك تحريك للواقع السياسي والبرلماني بشكل أفضل من خلال التنسيق بين التيارات السياسية ومرشحين القبائل. يعطيك العافية أبو يوسف، كل الشكر وتقدير لك على التواصل معنا في حلقة اليوم. كنا نتحدث عن التحالفات الانتخابية في ظل الصوت الواحد، على أمل أن أراكم بحلقات جديدة تجمعني وإياكم ببرنامج المرصد. إلى اللقاء.